أخبار اليوم. المصاب فادح وجلل، وكان مشهورا عنه عفة اللسان ورقي الخلق، رحم الله الفقيد وعوض مصر عنه كل خير إن شاء الله. طبعا تكريم اللواء سمح سيف، انت شايف النهاردة الشعب المصري كله حزين على هذا الحادث الجلل، وأنت ترى الآن الإعلام والسياسيين وكل مختلف الأطياف السياسية أتوا اليوم لتشييع جنازة الفقيد، ونحن بالتالي لن نتوانى عن تكريم الفقيد بكافة الإجراءات إن شاء الله. سيجتمع المكتب السياسي في غضون ساعات لتقرير الخطوات القادمة إن شاء الله. الائتلاف قائم، طبعا الائتلاف قائم وله مكتب سياسي يقوم بإدارته حتى قبل هذا الحادث الفاجع. الائتلاف قائم لأن الائتلاف مؤسسي، والائتلاف له مكتب سياسي وله مسؤول اتصال، فالائتلاف قائم في كل الأحوال. يعني بنعزي مصر كلها، رجل خلوق، رجل قيمة وقامة سياسية كبيرة جدا، أدى واجبه على أكمل وجه. بنقول إن هو على نفس المبادئ الوطنية اللي علمها لنا واللي هنستمر بيها الأجيال إن شاء الله القادمة. ده بعد اجتماع المكتب السياسي هيبقى فيه تحديد للكلام ده ان شاء الله. طب احنا بنصور، لكن الان لما يكون في تحديد بعد اجتماع المكتب السياسي عن قريب هيتم تحديد الشخصيه مع القياده. مصير قائد ورئيس الائتلاف فقدت مصر الله الفقيد، فكان عظيما وكان كريما وكان عالما وكان قائدا وكان مفكرا وكان رجل حرب، وقاد مصر في كل المواقف. إنه رجل عظيم، رحم الله الفقيد وعوض مصر عنه خير. وجوده كان له تأثير، فله تلاميذ، وفكره تعمق في كل تلاميذه. وأكيد القائد الناجح يخرج من تحت يديه قواد آخرين. في تلاميذه لنا رجاء أن يسيروا على الدرب وأن يرفعوا راية مصر عالية في كل المسؤول. يبارك نفسه ويعيد بناء قيادة جديدة. الكلام عن أسامة هيكل لا أستطيع أن أحسب، لأنني لست داخل الائتلاف، أشخاص داخل الائتلاف. كيف رصد السيرة؟